صحيح، كل الامور الخاطئه. هنا الكره بالراس، لكن الكره بتتخلص، تتخلص يا صديقي حمدان الكمالي. حمدان ممكن يمر، حمدان ارسال عرضيه خطيره، تيداني يا الله يا تيداني. اترك يا تيداني، الثالثه بتوقيت اصحاب السعاده يا تيداني، بتوقيت اصحاب السياده يا علي ربيع، بتوقيت تيداني ثلاثه اهداف كامله. هاتريك هاتريك هاتريك، ويقترب الان اكثر فاكثر من اسم وجان. لاحظ حمدان الكمالي ارسلها تيكالي عالطاير عالطاير، يعني تحب الكره يا جماعه، تحب الليله تحبه، وبالتالي بالتاكيد يعني تذهب لمعانقه الشباك. تيكالي يسجلها في مرمى العجماني، هدف ثالث لمصلحه اصحاب